بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في الأثر: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأنا أقول حدث الناس بما يصدقه الواقع وبما هو معقول ويراه الناس أو يطمئنون إليه، أتريدون أن لا يثق الناس بالتصاريح؟ الحديث عن المخيمات الدعوية كثير، وسمعنا من تحدث وأطنب، وسمعنا من هاجم وشاغب، لكن حينما تتهم هذه المخيمات بأنها فوضوية أو أنها مخيمات وضعت للتدريب على الرصاص وإطلاقه وغير ذلك من التهم التي لا تخفى، فإننا لا نضع من يتهم هذه المخيمات بهذه التهمة إلا في إطار، أو أن يكون محصورا بين هؤلاء الأشخاص، إما أن يكون جاهلا بالواقع، أو أن يكون ذا هوى، أو أن يكون ممن ينتصر لنفسه. وجه كونه جاهلا أنه لا يفرق بين المخيمات الدعوية التي يراها الناس ويباشرون كل أعمالها من صغيرها إلى كبيرها، بما في ذلك الترتيب لها والإعداد، وتشرف عليها الجهات الرسمية، وهي جهات متعددة ليست جهة واحدة، وتشترك في برامجها وتنظيمها، وبين المخيمات البرية التي ربما يخرج بعض أصحابها وهو لا يعلم، أو لا يعلم عنه أحد ولا أقرب الناس إليه. هناك أخطاء في كل الأعمال الدعوية، هناك أخطاء، لكن هذه الأخطاء منها ما هو مقصود وهو نادر جدا، ومنها ما هو غير مقصود وهو الذي ينال منهم بسببه. ومثل هذه الأخطاء لابد أن تكون في كل عمل من أعمال البشر، لابد، لأن العصمة والكمال ليست للبشر وإنما لمن عصمه الله، والكمال لله وحده. فأقول إن الجهل هنا، أو كونه جاهلا، بسبب أنه لا يفرق بين المخيمات الدعوية التي تنتشر في ربوع بلادنا ولله الحمد والمنة، وتشرف عليها وزارات ذات شأن وسيادة، وهي معتمدة وبرنامجها معتمد ومرتب له، ولها من التنظيم وحسن الإدارة ما لا يخفى على عاقل، وبين تلك المخيمات التي ربما أقول إن صح أنه وجد منها ما فيه إطلاق رصاص أو غيره، إن صح ذلك فأقول أنها ربما أقيمت دون علم من أحد ودون موافقة من أحد، وليست خاضعة لإشراف ولا لترتيب. أما الطرف الآخر أو النوع الآخر ممن يتهم هذه، أن يكون صاحب هوى. ووجه كونه صاحب هوى أن يكون هو ممن يعلم الفرق بين هذا وذاك، لكنه يريد أن يخلط الأوراق ويلبس على الناس ويشوه سمعة تلك المخيمات الدعوية النافعة ببعض التصرفات الخاطئة التي وقعت دون علم أحد، وإنما هي اجتهادات فردية لا ينبغي بل لا يجوز أن تحسب على عمل نفع الله به وآتى ثماره. أن يكون صاحب مصلحة أو يدافع عن نفسه ممن، وهذا ظاهر، بعض الناس قد يكون له سابق حديث أو سابق اتهام، ويمنعه الكبر أن يعترف بخطأ، يمنعه داء العظمة أن يقول نعم أخطأت، اتهمت هذه المخيمات زورا وبهتانا، فيمنعه ذلك فيصر على أن يكون حديثه هو الصواب، هو الحق، هو الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الاحتمال، فيبدأ بملاحقة هذه المخيمات التي أثبتت بحمد الله نفعها وفائدتها وثمرتها، وأدرك الناس حجم أثرها عليهم ونفعها لهم بعد توفيق الله وفضله، فهو يريد أن يستمر في
أو أن يقرر ما, 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 ما اتهمهم به وأن يثبت عليه، ولا يريد أن يتراجع عنه إلى الحق فيبدأ بإكيل هذه التهم. أو صنف من الناس وهم من يظنون أو ينسبون هذه المخيمات للتحزب، وهم في ظنهم يدعون إلى عدم التحزب وعدم الانتماء والارتباطات، وهم وربي يقعون في حزبية مقيتة أشد وأنكى وأعظم مما ينكرونه على غيرهم من التحزب والانتماء إلى بعض التيارات الوافدة. هذا من جانب. من جانب آخر تتهم هذه المخيمات بالفوضوية، والحقيقة أن هذه التهمة عارية من الصحة، إذ أن الفوضوية ليست في هذه المخيمات التي أشاد بها أناس أدركوا حجم التنظيم فيها وحجم الإقبال عليها وحجم تأثيرها ونفعها على الناس. الفوضوية ينبغي أن تتجه التهمة فيها إلى تلك المخيمات، لا أقول المخيمات بل إلى الحفلات الغنائية التي فيها فوضوية شرعية وفيها فوضوية مالية وفيها فوضوية تنظيمية. هذه الفوضوية حقيقة وليست المخيمات التي هي أقل من هذا تكلفة وأقل من هذا بل وأقل من هذا في كل شيء، لكنها أعظم منها نفعا وأكثر أثرا وخيرا وبركة على المجتمع. هي بل لا أبالغ إن قلت إن كل المخيمات الدعوية التي أقيمت في المملكة، وهي مخيمات ظاهرة بينة تحت إشراف واضح، أن هذه المخيمات بمجموعها لا تعادل في حقيقتها حفلا، في ميزانيتها لا تعادل حفلا من تلك الحفلات التي تقام للإثم والعدوان، العدوان على الشريعة والإثم وما فيها من المنكرات وأذى الناس وإزعاجهم ومشاغبتهم. وزيادة على هذه المنكرات فيها، ففيها من سوء التنظيم والإدارة ما لا يخفى على ذي لب. ينبغي أن تتجه التهمة في التنظيم والفوضوية، التهمة في التنظيم ونسبة الفوضوية ينبغي أن تتجه إلى بعض الغرف التجارية التي تمارس المنكرات، التي تمارس المحرمات، التي تنسب الزور إلى شريعة رب البريات، التي تتهم وتسيء إلى سمعة أمهات المؤمنين وإلى الفاضلات من نساء العالمين. هذه الفوضوية حقيقة ليست الفوضوية في مخيمات يقام فيها ذكر الله ويدعى فيها الناس إلى الخير، تنطلق قوافلها لبيت الله ويعلن منها التائبون إلى الله والراجعون إليه المتخففون من ذنوبهم. هذه المخيمات التي يقبل فيها الشاب طائعا لله، يقبل فيها معترفا بذنبه، تراهم يتوافدون بعد سماع المحاضرة يلقون ما في جيوبهم من المنكرات ويعاهدون الله على العودة إلى هذه المحرمات. هذه ليست فوضوية، هذه أمور يجب أن نباركها، يجب أن نعمل على تحقيقها، يجب أن نعمل على دعمها، يجب أن نؤيدها بكل قوة. هذه ليست فوضوية وليست كما يقال مظهر غير حضاري. لا، المظهر الحضاري ليس في الحفلات الغنائية، وليس في إحياء أسواق الجاهلية، وليس في منع حلقات تحفيظ القرآن. المظهر الحضاري ليس في 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 في, في الموسيقى، ولا في الحفلات الغنائية وبثها والاستعلان بها، ولا في مخالفة الشريعة بالمنكرات. لا، إذا كانت هذه مظاهر غير حضارية، فيا ترى ما هو المظهر الحضاري؟ هل هو بحيرة المسك مثلا؟ هل هي بعض المخلفات التي نراها؟ هل هذه هي المظاهر الحضارية؟ هل توقف الناس أو توقف العقل عن إدراك مظهر غير حضاري إلا في هذه المخيمات؟ سبحان الله العظيم، ما الفرق بين هذه المخيمات الدعوية ومخيمات تنصب أحيانا للعرضة وغيرها من الاحتفالات؟ ما الفرق بين هذه المخيمات التي تنصب على الكورنيش أو بعض المخيمات التي تنصب على الكورنيش لبعض الفعاليات؟
سبحان الله العظيم، ألأن هذه من الذكر وفيها من الدعوة والخير ونشره بين الناس صارت فوضوية، وتلك صارت مظهرا حضاريا إيجابيا لأنها لا علاقة لها بذكر الله ولا طاعته؟ سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ ينبغي لنا أن نجعل الأمور بموازينها ونسمي الأشياء بأسمائها، أن نكون أكثر إنصافا، أن لا يمنعنا ما نحن فيه من الجاه والمكانة والمنزل من أن نقول الحق، فإننا سوف نبعث ونقف بين يدي من يحاسبنا على كل تهمة نلقيها جزافة، وسوف نسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن كل حرف وكلمة قلناها لم نحسب لها حسابا أو أردنا الانتصار بها لأنفسنا دون الرجوع والاعتراف بالحق والخضوع له والإذعان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع التوفيق والهداية والسداد، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يمن علينا وعليكم بالرحمة والتوفيق والتأييد والنصرة والتمكين، إنه جواد كريم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.